اهلا بحضراتكم من جديد. طيب بكره عندنا مباراه مهمه جدا ومباراه صعبه امام سيراميكا كليوباترا. طبعا سيراميكا نتائجه السنه دي في الدوري نقدر نقول في منتصف الجدول، يعني حقق 3 انتصارات، اتعادل مباراتين من اصل 9 لقاءات، فمجمع حوالي 11 نقطه. فنتائجه نقدر نقول فريق سيراميكا عامل نتائج تعتبر جيده خلال هذا الموسم في اول 9 مباريات من الدوري العام، وبالتالي من هنا بتاتي صعوبه هذه المباراه. وبصراحه وبامانه كل مباريات الدوري صعبه ايا كان حتى الترتيب، يعني حتى سموحه اللي كان متاخر في ترتيب الجدول وكان في المركز ال 13 عرف يطلع بنتيجه ايجابيه امام الاهلي. نفس الكلام لو بنتكلم على المقاولين العرب مثلا برضه في منتصف الجدول. فاي لقاء الفتره الجايه هيعتبر لقاء صعب جدا. سبق وقلت قبل كده في نفس المكان قبل اسبوعين واحنا لسه بنبدا استئناف الدوري بعد مباريات كاس العالم، وقلت وقتها اتعاملوا مع مباريات الدوري على انها مباريات كؤوس وحاولوا قدر الامكان، ودي رسالتي كانت للعيبه بشكل كبير، انكم تتعاملوا على الدور الاول وكان كل مباراه مش ب3 نقاط وكانها مباريات كاس. ارجعوا للذاكره شويه كده قبل 2 3 سنين لما تولى ريني فايلر تدريب الاهلي، الاهلي خلص الدوري من الدور الاول، كل ما زاد فرق النقاط قدر الاهلي يقتل شكل المنافسه في المسابقه مبكرا، وده المفروض اللي كان يحصل السنه دي من بدري، جات لك فرص كتيره ان انت تعمل ده، ولكن الظروف ما كانتش كويسة في المباريات اللي فاتت. فعندك فرصة من مباراة سيراميكا من الفترة اللي جاية لعبت الأهلي تحاول تسعد جماهيرها وتفرح جماهيرها الفترة اللي جاية بحيث أن يكون استعداد جيد قبل الدخول في غمار منافسات كأس العالم للأندية، لأن بعدها مباشرة هتخش في زحمة مباريات دوري أبطال إفريقيا. ودلوقتي أنت عندك يعني مسافة جيدة ما بين المباريات المحلية، حتى لو الاتحاد المصري أو لجنة المسابقات ضغطة شوية الماتشات، ودي حاجة غريبة شوية، ماتش الحد، ماتش الاربع، ماتش الاثنين، ماتش الاثنين الجاي مع بيراميدز، بيراميدز لاعب النهارده فهيريح يوم اكتر من الاهلي، ولكن انت كمان هتيجي في فتره اطول بعد كده هتخش في معمعة مباريات دوليه وافريقيه، فهيبقى ضغط اكتر من اللي موجود دلوقتي، ففرصتك انك تحاول ما تفرطش في اي نقطه خلال الفتره الحاليه. واتمنى لعبت الاهلي، وده انا شفته قبل كده من جيل كان متالق وجيل عظيم في فترة من 2005 ل 2014 لما كان، وقبل كده حتى في فترة التسعينات والله وعبر أجيال النادي الأهلي. المباراة لما كان بيبقى فيها تعادل كان لعيبة الأهلي قبل جمهور الأهلي كانت بتبقى زعلانة وحزينة إن الأهلي تعادل على مدار الموسم في مباراة أو 2 أو 3. كان دايماً إنك داخل 30 مباراة أيام ما كان الدوري 15 فرقة فبتلعب 30 أسبوع. فبتبقى مثلاً كسبان 26 27 أسبوع ومتعادل 2 3. ما بالكوا بقى دلوقتي أنت في أول 10 أسابيع بتبقى متعادل مباراتين، في سنوات سابقه بتنهي الجدل وانت متعادل 6 7 ماتشات خسران 2 3. ده مش الاهلي وده اكيد مش جمهور الاهلي عايزه من الفرقه خلال الفتره الجايه. فاتمنى الفتره الجايه يكون في دوافع اكتر، ثقه اكتر من اللعيبه بانفسهم ويقدروا يقدموا المردود الفني اللي الجمهور دايما واخده عنهم في السنوات السابقه. طيب بكره مباراه سيراميكا، النهارده في معسكر مغلق وكولر بالتاكيد هيختار القائمه اللي هيخوض بيها هذه المباراه، ولكن طبعا مساله عوده بيرسيتاو، يمكن بيرسيتاو ايقاع البرنامج التاهيلي، يمكن حبينا نطمن على بيرسيتاو امتى هيرجع بالظبط، يعني مبدئيا باذن الله في اقل من شهر، يعني قبل نهايه شهر يناير هيكون موجود في التدريبات الجماعيه، لكن ايقاع البرنامج التاهيلي حاليا دلوقتي ماشي بشكل كويس طبقا للكلام والتصريحات من الجهاز الطبي. نفس الامر لطاهر محمد طاهر، كان الكلام باذن الله او الكلام على ان خلال ايام ممكن عقب مباراه بيراميدز مباشره يكون طاهر جاهز للمشاركه في التدريبات الجماعيه ومن ثم المشاركه في المباريات الرسميه. اكرم توفيق، بنتكلم على يعني قبل 1 يناير الناس بتحاول تستعجل مساله السفر وحجز موعد العمليه مع الطبيب النمساوي اللي كان اجرى لاكرم توفيق العمليه الجراحيه في القدم اليمنى اللي اصيب فيها لما كان موجود مع منتخبنا الوطني في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون في يناير 2022. فبإذن الله إن شاء الله في يعني سرعة في الإجراءات بتتم خلال الفترة اللي جاية، بنتكلم مثلا قبل نهاية الأسبوع أو بحد أقصى منتصف الأسبوع المقبل بيحاولوا إنهاء الإجراءات بسرعة عشان يتم إجراء العملية الجراحية. ومن هنا لغاية لما يسافر أكرم في تدريبات يمكن بتتعمل بشكل تحفظي شوية بالنسبة لأكرم توفيق عشان الركبة ما يبقاش فيها لا قدر الله تورم، ما يبقاش فيها رشح، ما بيبقاش فيها بعض الاصابات او ممكن يكون في مضاعفات قبل اجراء العمليه الجراحيه. فدكتور احمد ابو عبله، يمكن في اجراءات تحفظيه حاليا دلوقتي مع اكرم توفيق قبل السفر الى النمسا لاجراء العمليه الجراحيه. بخلاف ذلك الحمد لله كل اللعيبه بشكل جيد، يمكن عمرو السوليه شعر باجهاد خفيف، لكن هننتظر نشوف القائمه النهارده
من قبل الجهاز الفني، وان شاء الله باذن الله اي مجموعه ايا كانت الاسماء اللي هيختارها مارسيل كولر، كل الثقه والدعم، فرصتكم انتوا تسعدوا جماهيركم، محدش هيقدر يقول للجمهور اي كلمه واي تعليق الا نتائجكم. مهما الواحد طلع من النهارده لغايه نهايه الموسم يطلع يتكلم مع الجمهور، ما في اي كلمه تقدر تهدي شويه من غضب الجماهير الا الاداء، الا النتائج. وعلى فكره الاداء قبل النتائج، انت في اوقات معينه ممكن تعمل نتائج كويسه جدا لكن الاداء مش على ما يرام، فاسعدوا جماهيركم، ادوا فرصه ان الماتشات الجايه تكون قرنفال لعوده الجماهير للملاعب بشكل كبير، وان الجمهور يحضر عشان يساندكم ويؤازركم بشكل كويس جدا قبل معترك دولي ناس كتير بتحسدكم عليه. يعني رساله لعيبه الاهلي، ناس كتير بتحسدكم على ان انتوا رايحين كاس عالم انديه، الاهلي عنده 8 مشاركات تاريخيه في مونديال الانديه، ففرصه لكل لاعب ان هو يطلع كل اللي عنده، كل الاجواء مناسبه، كل الاجواء مهيئه، فكل واحد يقوم بدوره. بالتاكيد احنا في النهايه بنشتغل عشان نسعد جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله واثق ان الفتره اللي جايه هتكون افضل من المباراتين اللي فاتوا، والبدايه والانطلاقه الكويسه اللي حصل في بدايه الموسم، سوبر مصري على الزمالك، 2 دوري ابطال افريقيا، محتاجين نرجع بسرعه عشان في البعض بيحاول يستغل بعض العثرات اللي بتحصل في بعض المباريات ويبدا يشتغل بقى عليها كلجان الكترونيه عشان يحاول يهز ثقه جماهير النادي الاهلي. اكبر رد لا مني ولا من غيري، اكبر رد هيجي من لعيبه الاهلي في الملعب، اكسب واعمل اداء ونتيجه هتلاقي جمهور الاهلي شايلك فوق راسه وفرحان بيك وبيدعمك وبيؤازرك دايما، لان هو شايفك بتادي في الملعب قبل النتيجه على فكره، يعني حتى لو اتعادلت لا قدر الله بس انت بتادي وبتعمل اللي عليك هتلاقي الجمهور دايما واقف في صفك. دي كانت ابرز الاخبار والكلام اللي عايزين نقوله قبل مباراه سيراميكا. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نبدا نشوف تدريب النهارده وازاي الاهلي بيستعد لمواجهه سيراميكا غدا في الدوري. اهلا بحضراتكم من جديد، والترند الاهلي واللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. نبدا مع بعض بحساب يلا كوره، ويمكن في متابعه للاحداث حاليا خلال الفتره القادمه بالنسبه لمشوار الاهلي في الدوري، ويمكن يلا كوره وحسابهم على تويتر قالوا لم يذهب لمنزله. الخطيب يصل القاهرة ويتوجه للأهلي لمناقشة ملف الصفقات. بدون الدخول في التفاصيل مليون في المية في اجتماعات هتكون مكثفة خلال الفترة اللي جاية. أنت عندك مليون ملف، يعني ملفات كتيرة جدا. أولا عندك انتقالات يناير خلاص على الأبواب. عندك قيد إفريقي هيبدأ من 1 يناير ل 31 يناير، فبالتالي محتاج تدعم القايمة اللي أرسلتها في المرة الأولى 34 لاعب، فعندك 6 أماكن لغاية تسجيل القايمة ال 40. بعد كده بقى الجديد قائمة كأس العالم للأندية، عندك بطولة دولية إن شاء الله تنطلق من 1 ل 11 فبراير في طنجة والرباط، فبالتالي محتاج تحضر للقائمة كأس العالم. عندك مواعيد محددة الاتحاد الدولي كان أعلنها خلال الساعات الأخيرة الماضية بخصوص مواعيد تسجيل القوائم، سواء القائمة المبدئية القائمة النهائية، فكل دي ملفات أكيد هيكون فيها اجتماعات خلال الساعات اللي جاية. الكابتن الخطيب أكيد في القاهرة وهيبدأ يناقش كل هذه التفاصيل خلال الفترة اللي جاية دون الخوض في أي تفاصيل بالتأكيد، طالما النادي الأهلي لم يعلن عن أي اجتماعات حتى هذه اللحظة، ولكن بالطبع يكون في اجتماعات مع الفترة اللي جاية لكل واحد بيتابع الأهلي عارف ممكن في التوقيتات اللي زي دي إيه الاجتماعات اللي بيكون الغرض منها إنك تقفل بعض الملفات وتشتغل عليها في الفترة اللي جاية. طيب المصري الرياضي ركز أكتر على موضوع جلسة الكابتن محمود الخطيب، وقالوا إن جلسة بين الخطيب وكولر لبحث أسباب تراجع الأهلي وطلبات السويسري في يناير، داخلة في نفس الإطار اللي قلت فيه إن أكيد في اجتماع هيتم بخصوص انتقالات يناير، وكمان في اجتماع بخصوص القائمة الإفريقية، وكمان قائمة كأس العالم للأندية. أنت هتسجل مثلا نفترض القائمة الأولى الحد الأدنى فيها 24 لاعب لغاية 35 لاعب، فأنت حاليا مثلا عندك في القائمة حوالي 34 لاعب، فهتسجل 35 كلهم، هتيجي تنتظر لميعاد القائمة النهائية قبل 30 يناير، قبل 48 ساعة من مباراة الأولى في البطولة يوم 1 فبراير، فهتختصر القائمة. طب اختصار القائمة هل وجهة نظر إدارية فقط؟ لا، أكيد هتعمل اجتماع مع مارسيل كولر عشان تشوف الخطوات اللي هيتم اتخاذها بخصوص القوائم. 4 حراس مرمى في القائمة الأولى بتختصر لـ3 حراس مرمى، في صفقات ممكن تضمها في يناير، كل التفاصيل دي أكيد هتبقى محط اهتمام لجنة التخطيط الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر. طيب نروح لحساب يلا كورة، مصدر ليلا كورة أكرم توفيق يجري جراحة الصليبي قبل نهاية الأسبوع الجاري. ده كان معانا في بداية الحلقة وفي العناوين الرئيسية، وقلنا أن أكرم توفيق إن شاء الله في اتجاه كبير جدا لإنهاء كل الإجراءات خلال الفترة اللي جاية لسرعة إجراءات العملية
خلال الفترة اللي جاية. لكن طبعا انت رايح في نهاية اسبوع، داخل بداية اسبوع تاني، اجازة الكريسماس والاجازات اللي موجودة في اوروبا، لكن في اتصالات مكثفة بيجريها الدكتور احمد ابو عبلة مع الطبيب النمساوي، وفي اقرب فرصة اعتقد باذن الله الاسبوع اللي جاي هيكون في تفاصيل اكتر عن اجراء الجراحة بالنسبة لاكرم توفيق. الف مليون سلامة عليك يا اكرم، ان شاء الله ترجع بالسلامة، ودايما المؤمن مصاب، وكلنا دايما في ظهرك ومعاك، وباذن الله فترة وتعدي بسرعة زي الفترة الاولى. ومش هتكلم على موضوع الصليب كتير، عندنا امثله كتيره، لكن مثلا عندك جيلبرتو تعرض لاصابه بوتر اكيليس ورجع ولعب، سيد معوض ده كان عنده اصابه صليبي في اليمين وفي الشمال ورجع ولعب، لعيبه كتيره جدا تعرضت للرباط الصليبي في سن اكبر من سن اكرم ورجعت وظهرت بشكل كويس جدا. فتره بسيطه يا اكرم ان شاء الله وهترجع احسن من الاول. طيب كوره بلس والحديث الدائم عن بيرسي تاو، الكشف عن حقيقه مفاوضات اهلي جده للتعاقد مع بيرسي تاو. طيب في كلام يمكن ظهر النهارده من بعض الصحف بيقولوا ان في مصدر مسؤول في الاهلي اكد ان مفيش اي عروض جت للاهلي بخصوص بيرسي تاو، وان بيرسي تاو حاليا بياخد برنامج تاهيلي للتعافي من الاصابه قبل 30 يناير عشان يتم قيده في قائمه كاس العالم للانديه خلال الفتره اللي جايه، وبالتالي اي كلام عن عروض وانتقالات في الفتره الحاليه بخصوص بيرسي تاو رسميا مفيش حاجه، يعني رسميا مفيش حاجه جت للنادي الاهلي بخصوص بيرسي تاو. ورسميا دي يا جماعه مش اتصال هاتفي بيتم مثلا مع مدير التعاقدات في النادي الاهلي او مثلا مع مدير الكوره، لا رسميا يعني ايه؟ يعني يجي لك ايميل رسمي، خطاب رسمي بيطلب فيه التعاقد مع اللاعب على سبيل الاعاره او البيع النهائي، بيتحدد فيه رقم ويبدا التفاوض. طالما كل الاجراءات دي ما تمتش يبقى كل دي محادثات شفهيه او اخبار موجوده عبر السوشيال ميديا. المعلومه اللي عندي المؤكده ان بيرسي تاو حريص جدا على انهاء البرنامج التاهيلي بتاعه عشان الإصابة اللي جات له في إحدى مباريات الدوري عشان يلحق يلعب في كأس العالم للأندية خلال الفترة اللي جاية. نتمنى يا رب موضوع الإصابات ده ما يتقررش تحديدا بخصوص بيرسي تاو، كل ما يرجع للأسف بيتعرض لإصابة. الوطن سبورت، الأهلي يعرض بيرسي تاو للإعارة لضم مهاجم أجنبي جديد. طيب هو نفس فكرة الخبر الأول ولكن الصياغة بتختلف، بمعنى بيرسي تاو مصاب، الإصابات بتتكرر، فالاهلي اكيد بيفكر انه يتخلص منه، ده اللي بينزل من خلال المواقع واللي بنستعرضه مع حضراتكم. الخبر اللي فات اتقال ان بيرسي تاو ده من خلال كوره بلس خطاب جه او في مفاوضات لضم اللاعب، والاهلي طلع نفى وقال لك مفيش اي مفاوضات والاهلي حريص على انهاء البرنامج التاهيلي. الخبر على الوطن سبورت ان الاهلي هو اللي بيعرض بيرسي تاو للاعاره لضم مهاجم اجنبي جديد. طب ما انت عندك مكانين ثلاثه كمان في قائمه الاجانب فممكن تضم، فهل انت مكمل القائمه فانت عايز تطلع لاعب وتجيب لاعب مكانه؟ لا، عندك مكان بدر بنون وعندك مكان تحت السن في مرحلة 2001 أو 2003، فبالتالي انت عندك مساحة خلال الفترة اللي جاية، وانا واثق ان شاء الله ان خلال الايام الجاية ممكن يكون في جديد في الملفات دي، لكن مش هنقدر نخش في تفاصيل الا لما يكون في اعلان رسمي من النادي الاهلي. طيب ايه تاني معانا في ترند الاهلي والوطن سبورت ومتعلق بقى الخبر بقصة ايه اللي جاي بالنسبة للاهلي؟ خبر على عودة الوطن سبورت، امير توفيق يطير الى تونس لانهاء صفقة جديدة في الاهلي. كثر الكلام على صفقة أحد لاعبي نادي النجم الساحلي من خلال المواقع والصحف التونسية، ولكن ابتداء من 1 يناير أي صفقة هيتم ضمها بشكل رسمي النادي هيعلنها. الناس فاهمة طبعا والتأكيد وعارفة، إحنا بالتأكيد لسان حال النادي الأهلي سواء القناة سواء الموقع الرسمي أو المجلة، كل دي مصادر رسمية للنادي الأهلي، ما بنقدرش نتكلم في تفاصيل إلا لما بيكون في بيان رسمي أو معلومة رسمية. أول ما بيكون شيء رسمي موجود بالتأكيد هنعلن لحضراتكم. وفي صفقات كتير جدا كان الكلام فيها كتير على السوشيال ميديا لكن في اللحظات الأخيرة ما بتتمش، وبالتالي ما نقدرش نعلن أي شيء أو نتكلم في أي تفاصيل سواء سفر أي مسؤول أو إبرام تعاقدات إلا لما بيكون في قرار رسمي أو إعلان رسمي من النادي الأهلي في هذا الملف. طيب اخر حاجه معايا في ترند الاهلي وهي متعلقه بكاس العالم للانديه وتصريح لمدرب اوكلاند سيتي عبر قناه الحياه تناقلته صفحه في الجول. مدرب اوكلاند قال: اعرف ان الاهلي الافضل في مصر وافريقيا والانجح على مستوى البطولات، ستكون مباراه قويه في كاس العالم، لدينا فريق جيد جدا وكل شيء سيكون ممكن وسنكون مستعدين بشكل جيد. دي تصريحات ألبير تيريرا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي اللي بيعتمد على فكرة على رأس حربة من أمريكا اللاتينية كان بيلعب في سان داونز في السنوات السابقة. ويمكن الأهلي أوكلاند سيتي الأندية اللي تم اختارها إن القيد هينتهي 30 يناير، إن أول ماتش ليهم هيبقى 1 فبراير في مستهل وافتتاح مباريات كأس العالم للأندية اللي هتستضيفها المغرب في فبراير المقبل. دي كانت أبرز الأخبار
والموضوعات اللي معانا في ترند الاهلي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونشوف باقي فقرات برنامج الترند. طيب بكره ان شاء الله زي ما قلت في بدايه الحلقه الاهلي وسيراميكا على استاد القاهره الدولي. في هذه اللحظات وانا معاكم تدريب فريق النادي الاهلي على ملعب مختار التتش بالجزيره، يمكن ده التدريب الختامي لفريق الكره. بالتاكيد الجهاز الفني هيعلن القايمه او هيختار القايمه. طبعا كلنا شايفين الفتره الاخيره كولر ليه استراتيجيه معينه في ضم اللاعبين، ما بيعلنش قايمه او بيعلن تشكيل حتى قبلها بيوم الا لما بيشوف اخر جاهزيه للاعيبه قبل المباراه بحوالي ساعه. لكن في تفاصيل اكتر بخصوص التدريب وقائمه الفريق، مين اللي جاهز التدريب النهارده، اخباره ايه، الحاله المزاجيه كمان للعيبه قبل مباراه بكره، كل ده بالتاكيد هنعرفه من خلال زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في ملعب مختار التتش بالجزيره. مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميل عزيز محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك في البدايه، وعايز اطمن منك على اخبار الفريق واستعدادات الفريق لمباراه سيراميكا. ما كانش فيه وقت ما بين مباراه سموحه وسيراميكا، بنتكلم في 48 ساعه، وكولر في المؤتمر الصحفي حتى لما الناس سالته على ازاي بيتم تحضير اللاعبين وتجهيزهم للمباريات وحتى لو في نواقص فنيه، قال ما عنديش وقت نتيجه ضغط الماتشات، وكل ده احنا لسه في بدايه الموسم ولسه ما دخلناش حتى في المباريات الافريقيه. فانت حضرت التدريب امبارح والنهارده مثلا، ايه اللي شفته في التدريبات وشايف الوقت ضيق جدا ما بين مباراه سموحه وسيراميكا، والجديد عندك بالتاكيد من الاخبار من خلال متابعتك لمران الفريق حاليا دلوقتي؟ بالفعل زي ما ذكرت يا محمد، يمكن دي كبير جدا للوقت، يعني حتى السيستم اللي متعودين معاه على طول مع مستر مارسيل كولر انه بيدى على طول تاني يوم الماتش بقى فيه تدريبه خفيفه وبعد كده يوم اجازه وبعد كده بيواصل التدريبات، ولكن طبعا نظرا ان كل اللي بيعملين ماتش سموحه وكمان على طول سيراميك كليوباترا هم كانوا يومين، فامبارح المجموعه اللي لعبت المباراه والتغييرات ادوا تدريب خفيف بجيم، وبقيه اللاعبين ادوا تمرينهم العادي في الملعب، ومن بعدها على طول بقيه اللاعبين انضموا في فقره التقسيم وهي اخر فقرات التمرين. وكان في كمان محاضره فيديو امبارح اتكلم فيها بشكل كبير جدا عن كل الاخطاء اللي الفريق وقع فيها سواء في مباراه فاركو ومن بعدها كمان مباراه سموحه، وطبعا اهم نقاط القوه والضعف في المباراه القادمه امام سيراميك كليوباترا باذن الله غدا. تدريب النهارده برضه ابتدى بمحاضره للجهاز الفني، ومن بعدها كمان محاضره كابتن سعد حفيظ في ارضيه الملعب، اتكلم مع اللاعبين عن اهميه المباراه واهميه هذه المرحله من عمر المسابقه، خاصه زي ما قلت وذكرت يا محمد في ظل ضغط المباريات وما عندكش رفاهيه الوقت خالص، انت بتلعب مباراه لو لحقت تريحت يوم بتريح، ما لحقتش كمان بتواصل زي المباراه، وكمان مكمل زي ما انت شايف عندك بعد كده يوم الاثنين مباراه بيراميدز ومن بعدها كمان مباراه ام بي يوم الخميس، فضغط كبير جدا للمباراه. نفس الضغط بتاع الاسبوع دوت هيتكرر الاسبوع الجاي، وزي ما انت قلت احنا بنتكلم في الاسبوع العاشر غدا ان شاء الله، فيعني فتره ضغط كبيره جدا ما بتلحقش. اما الحاله المعنويه للاعبين ففي حاله تركيز تام جدا على المباريات القادمه كلها، مش بس مباراه سيراميكا كليوباترا المقرر لها غدا باذن الله، ولكن ده كان كمان كلام الجهاز الفني كابتن سعد حفيظ مستر مارسيل كولر مع اللاعبين، اهميه هذه المرحله، التركيز، كل ثلاث نقاط هم اغلى ثلاث نقاط في الموسم، اخذ كل مباراه على حده وان شاء الله يكون التوفيق معاهم. كمان عايز اطمنك ان جميع اللاعبين في التدريبات باستثناء اكرم توفيق اللي يمكن النهارده كان حريص على زياره التدريبات اللي موجوده، وده اكدوه للدكتور احمد ابو عابله رئيس الجهاز الطبي لفريق النادي الاهلي ان اكرم حاليا بيجري عمليات علاج طبيعي بشكل كبير جدا في برنامج موضوع له، حتى يتم يعني اجراء العمليه ليه ان كل يوم في برنامج موضوع له علاج طبيعي بيتم عمله عشان طبعا العضلات ما تتاثرش، الحين ان شاء الله اجراء العمليه في وقت قريب جدا. كمان اكرم كمان طاهر محمد طاهر خلاص في اخر مراحل التاهيل، قريبا جدا هيكون مع الفريق باذن الله ماشي بمعدلات اكثر من رائعه في برنامجه. كمان بيرسي تاو عايز اطمنك عليه واطمن كل جماهير النادي الاهلي ان ماشي في البرنامج كمان اكثر من ما كان وضع ليه، يعني المعدلات اللي كانت موضوع عليه هو تخطاها وماشي بشكل كويس جدا، وقريبا باذن الله هيكون موجود مع الفريق واصابته تشفى بشكل تام باذن الله رب العالمين. بقيه اللاعبين زي ما قلت لك كله موجود في التدريبات، كله مركز طبقا لكلام الجهاز الفني كابتن سعد حفيظ مستر مارسيل كولر، مرحله مهمه جدا زي ما انت شايف يا محمد، بتتكلم في كل يومين او ثلاث ايام مباراه، ان شاء الله يكون بس التوفيق مع فريق النادي الاهلي وربنا يسلم لاعبينا من الاصابات، واعتقد ان شاء الله ان الامور هتمشي كما خطط لها باذن الله رب العالمين، وكل الثلاث نقاط ان شاء الله يكونوا حوزه النادي الاهلي باذن الله. باذن الله. طيب في مجموعه لاعبين من قطاع الناشئين تم تصعيدهم النهارده في التدريبات ولا المعلومه دي مش موجوده؟ لان انا النهارده سمعت ان في ممكن لعيبه من قطاع الناشئين يتم الاعتماد عليهم خلال الفتره اللي جايه.
اللي موجودين يا محمد هو المجموعه اللي موجوده بالفعل مش حد جديد، خاصه مع ضيق الوقت، يعني لما بيكون في وقت كبير جدا توقف او حاجه مستر مارسيل كولر بيطلع مجموعه كبيره من اللاعبين زي ما انت بتقول يشوفهم ويتابعهم، ولكن دايما يعني اخر يعني يومين قبل اي مباراه بيكون في تركيز كبير جدا مع المجموعه الاساسيه اللي بيكون كان في قوامها بالكثير او 25 لاعب موجودين سواء من قوام الفريق الاول او حتى لو في حد موجود من الناشئين، فبقى المجموعه اللي بيتم الاعتماد عليها بشكل كبير جدا والجهاز الفني شافها سواء في مباراه وديه او مباراه رسميه، ولكن زي ما قلت لك في ظل ضيق الوقت وضغط المباريات بكل يعني وجود عدد كبير او انه يتفرج على عدد كبير فده ما بيكونش حاصل، واخر مره بس كان على طول يعني بعد مباراه فاركو لما كان موجود كبير مجموعه كبيره من مواليد 2005 و2003 وعملوا ماتش ودي مع الفريق الاول او المجموعه اللي ما كانتش لعبت مباراه فاركو، ولكن باستثناء كده في ظل ضغط المباريات بيبقى في اختصار كبير جدا للعدد يعني الكوتش مركز مع مجموعه قليله جدا من اللاعبين عشان ينفذ يعني الفكر بتاعه كمان يكون في شرح، خاصه محمد ان دايما بيبقى في محاضرات سواء بالفيديو او محاضرات نظريه الراجل بيتكلم فيها على الاخطاء وبيصححها وكمان بيتكلم فيها عن الخطط اللي ناوي ان شاء الله يعني يطبقها في المباريات المقبله باذن الله رب العالمين. طيب عايز اطمن منك يا محمد على عمار حمدي، دخل التدريبات الجماعيه ممكن نشوفه امتى حتى كده في اول قائمه ممكن ينضم ليها؟ هو عمار موجود بالفعل بقاله فتره كبيره جدا مع الجهاز الفني وبقيه اللاعبين بيأدي التدريبات يا محمد بشكل كامل 100% سواء التدريبات البدنيه او التدريبات الفنيه، ولكن يعني اشراقه او دخوله قائمه المباراه دوت يعني يتبقى فقط ان مستر مارسيل كولر يشوف ان هو مؤهل لدوت او وصل للحاله الفنيه والبدنيه اللي هو يقدر يكون موجود معاها وينافس زمايله، هيكون موجود فورا ولكن هو موجود بشكل تام بيلعب مع اللاعبين موجود. طيب في التقسيمات موجود في التدريبات البدنيه وانت بتتكلم معايا بس عايز اشير للصوره اللي قدامنا يمكن دي من التدريب الاهلي في التتش اكرم توفيق يمكن حاضر النهارده هو قدامنا زي ما انت قلت في البدايه وبيتابع التدريبات وانا قلت في بدايه الحلقه اكرم توفيق حاليا في برنامج كده تحفظي طبي بيتم يعني الخوض فيه من خلال الجهاز الطبي قبل السفر ان شاء الله خلال الفترة الجاية إلى النمسا لإجراء العملية الجراحية، ممكن السفر يبقى نهاية الأسبوع منتصف الأسبوع القادم، لكن أكرم حريص على التواجد في النادي يوميا للتجهيز والتحضير أكيد لكل التفاصيل دي. معلش أنا بس الصورة فرضت نفسها يا محمد فكان لازم أتكلم عليها وأنت معايا. بالفعل يا محمد انا اكرم من اللعيبه الرجاله العزيز على كل قلوب الاهلاويه زي ما قلت لك من دي وان من ثاني يوم الاصابه على طول، واكرم شغال مع الجهاز الطبي والجهاز التاهيلي هنا في النادي الاهلي بيجري يعني برنامج محطوط له بشكل كامل انه يشتغل عليه لغايه اجراء العمليه بحيث ان هو ما يتعطلش يوم واحد، يعني يمكن ان شاء الله اكرم يرجع سريعا وده اللي اتعودنا عليه سواء في الاصابه الاولانيه وان شاء الله كمان يتكرر في الاصابه الثانيه ويكون بيرجع بسرعه. اكرم من اللعيبه الرجاله اللعيبه اللي عندها روح وعايزه تكون موجوده مع الفريق في اسرع وقت ممكن زي ما انت قلت، كل يوم متواجد في النادي يعني مواظب على برنامجه التاهيلي لحين اجراء العمليه ان شاء الله، وباذن الله يكون معانا في اقرب فرصه ممكنه وباذن الله يعني يكون كل اللاعبين في احسن صحه وان شاء الله يكون كل حياتهم البدنيه والفنيه اكثر من رائعه وان شاء الله يحققوا كل طموحات جماهير النادي الاهلي وان شاء الله دايما النادي الاهلي يبقى في المقدمه يا محمد. اخر حاجه كنت بتتكلم عليها قبل ما تختم كلامك كان عمار حمدي نزل خلاص تدريبات جماعيه بيخش في التقسيمه الفنيه كمان، يعني بيخش في تدريبات الكوره وبيخش في التقسيمه وفي احتكاك مع زملائه، كل ده بيدينا مؤشر ان يعني بنتكلم في ايام ان شاء الله ويكون موجود في القائمه باذن الله. بالفعل يا محمد هو من الناحيه الطبيه هو جاهز 100% بيشارك في التدريبات بنسبه 100% مشاركته من عدمها زي ما قلت لك ان الجهاز الفني يتاكد بس ان هو لياقه المباراه اللياقه الذهنيه اللياقه الفنيه موجوده وبشكل تام يقدر ينافس كمان زمايله اللي بيلعبوا في نفس مكانه، انت عارف طبعا ان انت بتتكلم في يعني بنتكلم في يعتبر في منتصف الموسم كل اللاعبين واصلين لفورمه عاليه فطبعا اكيد مش هيدخل عليهم لاعب غير لازم يكون مستواه معديهم كمان، فباذن الله بمجرد انه يوصل لهذه الحاله الفنيه والبدنيه ان شاء الله يكون موجود ويكون باذن الله يعني عونا لباقي زملائه، وخاصه انت شايف يا محمد في ضغط المباريات وانت كمان داخل على كاس عالم الانديه ومن بعده كمان بطوله افريقيا ففي ضغط كبير جدا ان شاء الله كل اللاعبين يكونوا في حاله فنيه وبدنيه كويسه جدا وباذن الله كلهم يكونوا موجودين ويحققوا كل طموحات جماهير النادي الاهلي زي ما قلت لك. زميلي العزيز محمد توفيق شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والايضاحات من ملعب التتش بالجزيره. اخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد والجزء الاخير من برنامج الترند. نروح بسرعه للترند المحلي واول حاجه معانا الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم وتصريح مهم جدا او زياره مهمه جدا لوزير الرياضه وجمال علام لمنتخب الشباب، واجتمعوا النهارده بالمنتخب لتاكيد الدعم الكامل قبل امم افريقيا للشباب المؤهله لكاس العالم في اندونيسيا. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه زار صباح اليوم مقر اقامه منتخب مصر للشباب وكان في استقبال الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري وعقد الثنائي جلسه مع الجهاز الفني اللي بيقوده الكابتن محمود جابر واكد لهم دعم الوزاره
ودعم الدولة بالتأكيد للمنتخب لتوفير كافة سبل النجاح للتتويج بالبطولة ومن ثم كمان التأهل لكأس العالم. البطولة هتنظمها مصر خلال شهري فبراير ومارس المقبلين. ودي صورة جماعية من زيارة النهاردة. طيب كرة بلس يمكن قالوا خبر أن رابطة الأندية تجري تعديلا على موعد مباريات الجولة الـ11 في الدوري المصري. إيه التعديلات؟ تعديل موعد مباراتي المقاولين والحرس ومباراة فيوتشر وسموحة. المقاولين والحرس هتتلعب يوم الثلاث 3 يناير الساعة 3 إلا ربع بدل من الساعة 5، ومباراة فيوتشر وسموحة هتتلعب يوم الثلاث 3 يناير أيضا ولكن الساعة 8 بدلا من الساعة 7. ده التعديل اللي تم على الجولة الـ11. بس إيه الأسباب؟ محدش أعلم إيه الأسباب لتغيير المواعيد. طيب رابطة الأندية المصرية وعلى حسابها قالت أنتم الآن في حضرة لاعب الجولة صاحب الأداء القوي والهجومي لا يكل ولا يمل من المحاولات على مرمى المنافس أحد الهدافين هذا الموسم محمد حمدي زكي، هو لاعب الجولة 9 بناء على تعليقات وردود المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. محمد حمدي زكي يمكن أدى مباراة كبيرة مع أسوان ضد إنبي أحرز هدف، ومحمد حمدي زكي من اللعيبة نقدر نقول اللي أسوان اكتشفهم بشكل كبير خلال هذا الموسم. طيب نروح للترند العالمي وحساب يلا كورة نقل تصريحات لداني سيبايوس مشيدا بالنني، قال محترف وزميل رائع، أتمنى وجود لاعبين مثله في كرة القدم، يا له من لاعب مذهل يحظى بأرسنال. طيب معنا كمان في الترند العالمي على حساب بطولات كلام مهم جدا لأسطورة ليفربول كيني داليجليش يشكر محمد صلاح بعد معادلة رقمه مع ليفربول على رأي يورجن كلوب لما قال لك لو داليجليش يتكلم عنك يا صلاح وأشاد بيك أنت كده بقيت لاعب أسطوري لأن اللي شكر فيك لاعب أسطورة في ليفربول. آخر حاجة في حلقة النهاردة مشاركات الناس على سؤال طرحناه في بداية الحلقة. أستاذ سعيد بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يا كابتن الأول وفي الآخر نتمنى الفوز للنادي الأهلي بس توقعات تغيير بعض المراكز، نتمنى تكون التشكيلة كالتالي: الشناوي ربيع ياسر معلول عبد المنعم السولية ديانج حمدي فتحي شريف شادي حسين. نروح كمان الأستاذ سيف بيقول الشناوي معلول عبد المنعم بتولي كريم فؤاد ديانج حمدي فتحي أفشة عبد القادر رأفت خليل حسام حسن. محدش لغاية دلوقتي توقع النتيجة، أول توقع النتيجة. عبد وائل بيقول إن شاء الله فوز الأهلي 0-2. آخر مشاركة معنا أحمد أبو مازن الشناوي متولي عبد المنعم هاني معلول ديانج حمدي سافيو كريم عبد القادر محمد شريف. طيب دي توقعات الجمهور، لكن أول رأي بصراحة كان ممتع ومقنع، أهم حاجة المراكز والتشكيلة تكون مناسبة لمباراة بكرة أمام سيراميكا كليوباترا. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة ونلتقي على خير الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.